لقد حان الوقت الآن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، دعوة مشتركة أطلقها قادة مصر والولايات المتحدة وقطر لإنهاء العدوان على الغزيين وتحرير الأسرى الفلسطينيين في مقابل المحتجزين الإسرائيليين. البيان الثلاثي أكد أن الطريق متاح الآن للتوصل لاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في شهر مايو الماضي والذي تم التصديق عليها من قبل مجلس الأمن. قادة الدول الثلاث دعوا طرفي الصراع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وحركة حماس إلى استئناف المناقشات العاجلة يومي 14 أو 15 من شهر أغسطس الجاري، مطالبين إياهم بعدم تعطيل الاتفاق تحت أي ذريعة تطيل أمد المعاناة. وفي أعقاب البيان كشف موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن حكومة نتنياهو سوف تتعاون مع أي مبادرة تؤدي إلى إتمام الصفقة. وفي أول تعليق أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنها سترسل وفد التفاوض للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه قادة مصر وأمريكا وقطر. أما مجلس الأمن القومي الأمريكي فثمن دعوة القادة الثلاثة لاستئناف المفاوضات، محذرا طهران من أن أي رد انتقامي على إسرائيل قد يقطع طريق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. البيان الثلاثي جاء بمثابة بارقة أمل لإنهاء حرب إبادة جماعية ممتدة منذ 7 أكتوبر الماضي، فالوصول لاتفاق سيعطي لأهل غزة هدنة لطالما رغبوا بها وقد ينقذ الشرق الأوسط من حرب شاملة محتملة.